ميني ستوديو. كاندي شوب لا 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 شو كاندي 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 اكيد طالع بالك شي حلو صح انا بحب الحلو اكثر من المالح طب ما زال هيك عديدي لي 10 سويتس بيخطروا على راسك هلا شوكولا بسكويت على شوكولا بونبون على شوكولا كوفر على شوكولا شو كمان روقي روقي شوي كله شوكولا شوكولا بيني ما بتحبيه ابدا لا ابدا طب انه نوعها شوي فيك تقولي مثلا كنافه بقلاوه حلاوه الجبن طيب طيب رح غير بس انا ما بحب مثلك الحلو العربي بحب تشيز كيك سوسيت شو كمان بروفيترول سويسرول بس كلهم على شوكولا طيب طيب اذا بدنا نضلنا نعيد لبكره ما بنخلص وكلهم طيبين بس خلينا هلا نلعب مع امس كلوب ممبرز جديد وليتس بلاي شربل وكريستيان ليلعبوا عنا بالستوديو وانتو كمان اذا بتحبوا تلعبوا معنا بعتولنا اسمكن ورقمكن على الميل اللي مبين قدامكن خلينا نتعرف على كريستيان شربل كريستيان شربل شمعون عمرن 7 سنين اكتر شي بيحبوا الفوتبول وبيحبوا اكتر شي خسروا البنات كريستيان السيركوين مبين صعب بس اللعب ما في اهين منه مفروض نجمع اكبر عدد كادويات تحت السبا 3 2 1 تابيولو كمل بسرعة 1 2 1 ستوب خلونا نشوف قديه شربل جمع 1 2 3 4 5 6 كمان كريستيان جمع 6 واثنيناتهم توينز وربحوا اثنيناتهم خي طب خلينا نشوف شو صار معهم بوقت اللعب وهلا منشوف شو هديتن لكريستيان شربل وهيدي هديتكن مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو تقدمة ميني ستوديو مبروك عم نبش على نوع حلو ببلش اسمه مثل اسمي أرنيلا سيلنا هلا الشوكولا شوي خبرينا كم نوع سكر فيه ما في انسى الشوكولا إلي بس بقلك في نوع السكر يلي بيكون موجود اكثر شيء بالفواكه اللي هو السكر العادي اللي بنلاقيه بالمطبخ بنستعمله بالشوكولا شو بالحليب بالشاي شو في غير بتعرفي بس بعرف هيدا ولو في السكر الاصطناعي اللي بنحطه بدل السكر العادي بحلي بس ما بينصي صح عرفته هيدا بتستعمله مامي بالبيت صح بما انه انت عرفتيه رح تروحي انت هلا تنقي بالون لنشوف مين رح يربح معنا اليوم يس يلا ليتس وين ويز ربحت ليوني خليل غفري منشوف شو ربحت معنا وهيدي هديتكن مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو تقدمة ميني ستوديو مبروك ما تنسوا نحن ناطرين كل صوركن هون بام تي في نقوا صورة حلوة لإلكن اكتبوا عليها من وراء اسمكن عمركن ورقمكن وبعتوها على البريد اللي عم بيقطع قدامكن نحن هون منحطها ببالون وأكيد بتربحوا معنا جبنة بيكون بتغذي المواهب يومي أنا شو بحب التفاح والتفاح عنده فوائد عديدة مثل ما بيقول المثل An apple a day keeps the doctor away من التفاح فينا نستخرج كتير أشياء مثلاً الخل بواسطة التخمير فينا كمان نعمل مربى سلطة فروي تارت وعصير
عنا 16 نوع تفاح منتشر بكل البلدان حوالي العالم، وكلمة تفاح هي كلمة لاتينية بتعني فخوي. بدي أذكركن إنه الفواكه والخضرة هن كتير مهمين للصحة، ولازم كل واحد منكن يأكل على القليلة 5 أنواع فواكه وخضرة بنهار الواحد. أكيد الفواكه والخضرة تتنوع بحسب المواسم، بالخريف عنا البطاطا، بالشتاء عنا الأرتشوكة، بالصيف عنا الكرز والمشمش، وبالربيع عنا نعنع وبقدونس. وبما أنه حلقة اليوم عم تحكي عن الفواكه والخضرة، بغيكولاج اليوم رح بيكون تفاحة مهضومة كتير بتحطوها بأوضتكن، هيك لما تشوفوها تتذكروا وما بتنسوا أبداً أنه لازم تاكلوا فواكه وخضرة تتكون صحتكن منيحة. كرميل هيدا البغيكولاج نحن بحاجة لتلزيق غري، علبة بيكون فاضية، كرتون أحمر أخضر لوراق التفاحة، وبني للتيج. ناخد علبة البيكون الفاضية منحط عليها تلزيق، ومنكون قصينا بالكرتون الأحمر كرتونتين على شكل دائرة وكرتون كبيرة على شكل مستطيل. منلزق أول جهة، نرجع منلزق تاني جهة، برجع بدي غطي طرف العلبة، بعدنا بقص بالكرتون الأخضر شكل ورقة، بقص ورقتين وبلزقهم. برجع بقص مستطيل صغير بني أو أسود تعمل التيج تبع التفاحة وبلزقها من فوق. هيدي التفاحة خلصت. إذا حبيتوا البغيكولاج اللي حضرتوا اليوم، ما إلكن إلا ترجعوا تعملوا لحالكن بالبيت وتبعتوا لنا اسمكن ورقم التليفون على ميني ستوديو، هيك نحن منتصل فيكن ومندعيكن لترجعوا تصوروا معنا الحلقة، وهيك بتربحوا هدية حلوة كتير من بيكون. منشوف سوا شو هي. يولو كولكشن هي هديتكن من بيكون. جبنة بيكون بتغذي المواهب. بحلقتنا اليوم عم نحكيكن على الأشياء الطيبة، مثلاً العلكة، الشوكولا، البونبون، سوسات، كلهم بتحبون كتير. بس لازم ننتبه إنه هون بيضروا لنا سنيننا، يعني دايماً لازم نفرش سنيننا منيح. وكمان لازم ننتبه إنه السكر الطبيعي هو أحسن شيء. وين منلاقي السكر الطبيعي؟ أكيد بالفواكه. الفواكه اللي منكلها بيكون فيها سكر طبيعي لما منقطفها من الشجرة ومنكلها، ودايماً ناكلها بموسمها، هالشيء أحسن شيء لإلنا وأحسن شيء للصحة، وكمان بتعطينا إنرجي. وهلأ يولو صار له ساعه بيقول لي انه هو بده يتذكر من زمان بميني ستوديو شو كنا نحضر سانز انيمي. انتم بتتذكروا شيء؟ او بركي اهلكم كانوا يحضرونا ورح يخبروكم انه كنا كلنا نحب كثير كاندي. كاندي احضروا معنا. واش انا ببلي واش يا بوت فورس. Faut pas que je m'arrête. Capucin, nous sommes sauvés. Oh! Où est-ce qu'elle est passée? Elle doit pas être loin. Vite, cachons-nous dans la paille. Si jamais il nous voit, nous sommes perdus. Oh là, oh, arrête! Uno game that lets you play your way. Everybody hop on one leg 10 times.
Just record your name. Ruby. And see what Roboto does next. You can even create a house rule. Run outside to the sidewalk and back. Roboto. It's your turn to play. هاي فرانسوا، بدك تلعب معي اونو؟ امبارح لعبت مع فيليب وربحته. اليوم انا رح اربح، هلا بتشوفي. ايه هلا بنشوف. بس قبل ما انت تربحني، اوكي؟ خليني افسر لك قانون تبع اونو، اوكي؟ اول شيء بنوزع 7 اوراق لكل لاعب، تذكر؟ هول 7؟ ايه 7. بعدين بنحط نفتح اول ورقة. هول 6. طب هو 7 صاروا. يعني بنفتح اول ورقه لازم تحط او زيت اللون او زيت الرقم الموجود على الطاوله، واللي بيخلص ورقه اول شيء هو بيربح. اوكي، بس قبل خلينا نلعب مع اونو روبوتو، بتتذكر ندوره؟ انا اخر مره فليت. بتذكر؟ Are you ready for some Uno Roboto style? Let's play. Record your name. Hold down the red button and speak into the. سجل اسمي. تاتشانا. تاتشانا. روق لا يقول. أهم شيء ما تفل. فرانسوا. أوكي، هلا خلصنا سجلنا الأسامي، بنكبس على راسه. أوكي. ما رح أعمل قانون لما تفل مثل هديك المرة. أوكي. تمام. دغري رح نبلش نلعب. أوكي. فرانسوا. انت لازم تبلش، انت بلشت شلا كفه. ناف ناف. ما عندي روج، بسحب ثلاث ورق. 1 2 3 باس. ناف. ما عندي ولا روج ولا ناف. 1 2 3 عندي روج. ما عندي، يا الله. 1 2 3 ما عندي روج. 2 شوف انا رح اربحك. لا 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 روقي، بدي ازرق. اوكي عندي ازرق وعندي ازرق. اونو اونو، يعني عندك ورقه واحده بعد؟ يعني رح اربح. لا ما رح تربح، هلا بتشوف. شفت قلت لك. اه اسحب اسحب. 3 واحده وترو تخو. اوكي يعني دوري. طب ها هلا بتشوف رح اربحك. امبارح ربحته لفيليب، هيك كان، هيك كان، كان بعد عنده ورقه واحده ورجعت ربحته. هلا بتشوف، هلا بتشوف. فرجينا شو هيدا. سيس. اه عندي بعد بلو، قلت لك. اه دو دو ترو ترو. ما عندي هيدا، يعني بدك تسحب اربع ورق. اربعه؟ اربعه. انا بعطيك اياهم. 1 2 3 4. ما بده يقول شيء بعد مرة، ما بده يحكينا شيء. خلاص ما فيك تنزعر، نوطي له صوته. اوكي هيدا اعلى صوت. روق بده يحكي شيء. لا كيف بده يقول شيء. شفت؟ شفت؟ قال لنا انه لازم بدل اوراقنا. يلا هو هيك قال. بما انه انا معي اقل ورق انا بربح. شو؟ هول مش قوانين اللعبه. بلا شفت هو بدي فل. خلص. وانتو كمان اذا بدكم تجوا على استوديو وتخسروني بالاونو، بعثوا لنا اسمكم ورقم التليفون تبعكم على عنوان ميني استوديو، ونحن بنتصل فيكم لتجوا لعنا على استوديو وتربحوا هديه بنشوفها سوا. هديتكم من كريولا هي مجموعه الوان كريولا كبيره كبيره. Uno Roboto, the first ever Uno game that lets you play your way. Everybody hop on one leg 10 times. Just record your name. Ruby. And see what Roboto does next. You can even create a house rule. Run outside to the sidewalk and back. Uno Roboto. It's your turn to play.
اليوم فيليب بدنا نحكيهم عن ليف لوف بيروت. ليف لوف بيروت صار لي جمعه بدي احكي عنهم. انا لبس براسليت تبع ليف لوف بيروت. انا كمان. بتعرف رصو انه ليف لوف بيروت هي ان جي او هلا موجوده على فيسبوك، هي بتخلي بتفرجي صوره لبنان الحلوه اللي مش دائما نحن بنشوفها، يعني مثلا بيزاج حلو، ضيعه حلوه، صور كثير مهضومه بتنحط على الفيسبوك وبتفرجي صوره لبنان. اول شيء شو يعني ان جي او؟ خبرني. منظمه غير حكوميه. اوكي. وهال ان جي او يلي اسمها ليف لوف بيروت بيشتغلوا على انه تبين صوره لبنان اللي ما بتبين بالميديا، تبينها للعالم يلي ما بيشوفوا لبنان من برا. يعني مثلا انا هون انا على الفيسبوك بيج تبع ليف لوف بيروت عم شوف بداره، ليك شو حلوه الصوره، وهون دغري حدا في سانسيت بجبال. واو. هون بنشوف ماركت. كثير حلوين الصور فيليب. كثير حلوين ومعمولين حلوين كمان. بتعرف انه انا حطولي كم صوره لإلها، مش لإلي، انا مصورهم. وانا كمان وقت عم صور صور عم بحطهم على فيسبوك بعمل تاج لليف لوف بيروت واوتوماتيك ما بتروح الصوره على الفيسبوك بيج تبع ليف لوف بيروت. وانتم كمان اذا مثلا عندكم صوره حلوه على بالكم تحطوها على فيسبوك او مثلا لضيعتهم اخذين صوره عن الضيعه تبعهم، ما لهم غير يحطوها على فيسبوك ويحطوا ليف لوف بيروت تاج فيها ودغري بتفوت على الفيسبوك بيج تبع ليف لوف بيروت. الصوره شو حلوه. ايه هيدي تيارا. من استوديو عملوا لايك لليف لوف بيروت. خليكم انتم كمان عملوا لايك لليف لوف بيروت وعملوا لايك كمان لمن استوديو بيج. بتعرف اي فصل رح يكون قريبا؟ فصل الشتاء. مزبوط. وبتعرف شو اكثر لون بنشوفه بالطبيعه بفصل الشتاء؟ اكيد الابيض لون ثلج. مزبوط. وبتعرف شو اكثر فواكه معقول نشوفها بالشتاء؟ في عنا الليمون وكمان في الكليمانتين. مزبوط. بتعرف شو بيفيدوا؟ بعرف شو بيفيدوا للرشح.
مزبوط. بفتكر عم رشح فيك تعطينا ليمون تاكل. مانك عم ترشحي بس بدك ليمون. طيب بس كثير طيب الليمون. طب انا عندي سؤال. اوكي. بتعرف اي حيوان بضل نايم كل الشتاء؟ دب. مزبوط. مزبوط. وانا اليوم كمان مزاج ثابت نوعين دكيك على شكل دب. واو. وبدنا نزينه. اوكي. اوكي. بالاول رح ندهنه نكريمه. كله بس على الاجرين واليدين. رح نحط على البطن. والاجرين واليدين كمان. وهلا رشال بدك تدهني لي بدك تحطي لي فيرميسال عليهم. اوكي. رح احط على كل محل لون. اوكي. هنا رح احط على عيون بوم بوم ملونين. صرت حاطه موف واخضر. انا حطيت عين زرقاء وعين اورانج. وهون عم حط ملون. اوكي. وهون رح احط ازرق وابيض. اوكي، هلا بنحط له ازرار بالبونبون. فينا نحط بهوله؟ كورن فليكس، اوكي. اوكي. اثنين. ثلاث. ثلاث ازرار. وهلا كمان هون فينا نزيد شوية كورن فليكس. تيكون نايم عليهم لأنه هو بينام كل الشتاء. يا ريت أنا تختي معمول من هول كمان. عشان تضلك تاكلي كل الليل. ايه؟ اوكي، وعندي هون سلطة دوفرويل اللي كثير مهمة ناكلها مع كل دسير. واكيد ما بناكل دسير قبل ما نكون متغدين او مروقين كثير منيح. مزبوط. وهلا اذا اصحابنا حابين يجوا لعنا على الاستوديو شو لازم يعملوا رشال؟ لازم بالبيت يحضروا دسير مثل اللي نحن حضرناه، يتصوروا حدوا صوره كثير حلوه ويكتبوا من ورا اسمهم والعنوان ورقم التليفون ويبعتوها لوين كريستيان؟ على بريد الام تي في نقاش تيجوا يحضروا معنا دسير ويربحوا معنا هديه بنشوفها سوا. كريما باكيت وكوستيوم الشيف تقدمت نكريما. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. هاي جايز، أنا كارين، رح أكون معكم دايما بمين ستوديو تكل جمعة نتعلم رقصة جديدة. إذا عمركم من 9 و 12 سنة وعبالكم تجوا تتمرنوا معنا، ما إلكم إلا تبعتوا لنا إيميل مع رقمكم واسمكم تنعزمكم لعنا. كل يوم رح نعمل بار جديد من الرقصة تبي آخر الجمعة تكونوا حفظتوها كلها. بس قبل كل شيء لازم نحمي عضلاتنا. حاضرين للإشوف معه؟ ايه! اوكي، أول شي منبلش بالتات. تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك، رح يدق الألم. تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك. ستوب. اوكي، نعمل جيدو شوي. ايه. ان دو هي، ان دو هي، ان دو هي، ان دو هي. بيف حمينا منيح ما هيك؟ صار فينا نبلش الرقصة. ايه. رح نرجع نعيد شو عملنا ونتذكرها سوا. يلا. يمين شمال يمين شمال من قوم يرجع. 1 2 3 4 1 2 يرجع تات. بعدين على فوق. لتحت. 1 2 3 4 5 6. بعدين 1 2 3 4 5 6. يرجع من مشط شعرنا. نعمل ان جران سيرك. نمسك ايدينا. نكملها. اوكي، هلا نرجع 1 2 3 4. اوكي، دونك 1 2 3 4. نفتح رجلينا، نسكر، نفتح، نسكر. يرجع 1 2 3 4 5 6. خلصت. بنعيدها؟ يلا. رجع تات. بعدين لفوق لفوق لينا نبرا. رجع لتحت لتحت وعصفور. بعدين 2 3 4. يرجع من مشط من مشط ان جران سيرك. منسكر. بعدين 1
2 3 4 نرجع نرجع 1 2 3 4 نفتح منسكر نفتح منسكر نرجع لتحت لفوق خلصت حبيتوها؟ ايه انطرونا بكرة تنكملها Ask for money and get advice Ask for advice get money twice I'm from the dirty but that Chico nice Y'all call it a moment I call it life One day while the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment Whoa, I just wanna feel this moment Whoa, I just wanna feel this moment Worldwide Christina Aguilera Oye mamita Come on, dale que la cosa está rica Moment. Ooh, I just want